بخصوص ما يقوله مندوب السوري، للأسف يعني كما قال الأول رمتني بدائها وانسلت. عبد الله بن زبير رضي الله عنه يقول: وتلك شكات ظاهرة عنك عارها. من بداية القضية السورية والناس يعلمون أنها قضية إنسانية وقضية شعب مظلوم. وقفنا مع الشعب السوري حكومة وشعبا بكل أطياف الشعب الكويتي وكذلك الشعوب الخليجية وغيرها أيضا، وبينا للناس أن الشعب السوري يدافع عن أمواله ويدافع عن أعراضه ويدافع عن حقوقه، وليس بحاجة أن يذهب أناس إلى ذلك المكان أو يعني يقاتلون، لأن الشعب السوري قال هذا الكلام، قال لسنا بحاجة إلى أحد يأتي إلينا. وأنا أيضا كنت حريص على منع أي شخص يذهب إلى هناك، والشعب الكويتي يعرف هذا الأمر، وقلت هذا الكلام في تويتر. لكن دكتور سبق وأن دعوت أنت للجهاد، وهذا ما اعتبر المندوب السوري الجعفري بأنه إرهابا في سوريا. أنا بينت أن الذي يجري في سوريا هو دفاع عن النفس ودفاع عن الأموال، لكن ليس لنا أن نذهب إليهم لأنهم ليس بحاجة لنا. الشعب السوري ليس إرهابيا، الإرهاب هو الذي يرمي البراميل ويرمي الكيماوي، هذا هو الإرهاب الحقيقي. الشعب السوري دافع عن أمواله، وكل الشعوب الحرة دافعت عنه ووقفت معه وأرسلت الأموال إلى اللاجئين والإغاثات، وهذا كان دورنا. يعني كان دورنا ما هو خفي، حنا حذرنا من التنظيمات الإرهابية، داعش والنصرة والميليشيات اللي كانت تأتي من إيران ومن لبنان، حذرنا منهم كلهم جميعا، وقلنا للناس القضية السورية قضية إنسانية، حنا نجمع الأموال لإيصالها إلى داخل إغاثة الشعب السوري، وكنا نعمل تحت الشمس، ما كان هذا بخفاء يعني. لكن بعض الناس يعني يحاول يصطاد في الماء العكر.